السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم اليوم إن شاء الله عن عادة أو تدوير الخدمة في المجلس، اللي يخدم الناس في المجلس أو إذا جاء ضيوف، من مثلا كيف الفنجال إنه يدور من اليمين للشمال. العادة هذه العادة الحميدة اللي هي عادة التيامن كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام إنها عادة محمودة. في الجاهلية سبب العادة هذه من اليمين للشمال في الجاهلية سببها الملوك، ملوك العرب، ملوك المنادرة، ملوك القساسنة، ملوك كندة. إن الناس لما يجون يسلمون على الملك ويأتي الخدم حتى تدار الكؤوس، أول ما تدار الكأس للملك لأنه على اليمين وبعدين بالشمال. هذه العادة قلدوها الناس العرب في مجالسهم، والناس كانوا على دين ملوكهم يقلدونهم حتى بالأسامي. فمجالس العرب قلدوا الملوك في تقديم خدمة الشراب من اليمين للشمال. فلما جاء الإسلام أقرها، أقر العادة هذا، أقصد الطريقة، طريقة الخدمة أنها من التيامن تبدأ. طيب العادة هذه اللي في الجاهلية وش الدليل على كلامي؟ الدليل الشاعر عمرو بن كلثوم في معلقته ماذا يقول عن طريقة التيامن: وكان الكأس مجراها اليمين، وكان الكأس مجراها اليمين. لما جاء الإسلام أقر هذه العادة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب ماء وكان عن يمينه غلام ويسار وعن شماله ناس كفار، قال للغلام تأذى لي للشيوخ، أقصد اللي أكبر. هذا يدل على أن الإسلام أقر التيامن وبركة التيامن. السلام عليكم.